وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو الأخبار سعادة السيد عبد الله الرميحي عضو مجلس النواب. أهلا بك سعادة النائب في النشرة الثامنة. إذن كلمة الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم حمل مضامين وخارطة طريق للمرحلة المقبلة، ما هي الأولويات من وجهة نظرك وتطلعاتكم للمرحلة المقبلة في سياق خطاب جلالة الملك المعظم؟ نعم، أول شيء أشكركم على استضافتكم وأشكر الشعب البحريني على نجاح هذه البرلمان، وأشكر أهل دائرتي الكرام لاختياري كممثل عن الدائرة. طبعا تفضل جلالة الملك بذكر الخطاب السامي، وكان يتضمن كثير من الأمور، وكثير من الأمور قد تحتوي نفس ما نقول إحنا ما بين السطور للسلطة التشريعية بشكل خاص، من حيث أنه يجب أن يتكاتف أعضاء المجلس التشريعي مع أعضاء السلطة التنفيذية. ليش؟ لأن إحنا نفس ما يقولون في أمور كثيرة تحتاجها تطور تشريعات نحتاجها احنا في امور قد تكون ان احنا متطلبات الشعب، فما لابد احنا ما نقتصر الامور التشريعيه على قانون. يعني مثلا احنا بنصن قانون كسلطه تشريعيه، لكن في الجانب الاخر السلطه التنفيذيه هي المعنيه في امور التفاصيل الدقيقه. فلذلك اذا احنا تم التعاون وعرفنا وضعنا الحلول مع السلطه التنفيذيه، هاي اللي بتكاتف عليه، وهاي احد الامور اللي ذكرها جلاله الملك في الخطاب السامي، منها عن امور الاسكان وحق العيش الكريم للمواطن والى اخره. نعم نعم. اذا سعاده السيد عبد الله الرميحي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك، شكرا.